أعلنت الأحزاب السياسية في محافظة الجوف عن رفضها سياسة التهميش الذي تتعرض له المحافظة، بما في ذلك التغييرات التي تطال القيادات النزيهة والمناضلة المشهودة لها بالكفاءة. جاء ذلك في بيان مشترك للأحزاب عقب اجتماع تدارست فيه الإجراءات الأخيرة التي استهدفت تغيير قيادات محلية قالت إنه مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مشيرة إلى استقدام شخصيات من خارج الجوف في تعمد واضح لتجاهل المطالب المستمرة منذ أكثر من عام بتمكين أبناء المحافظة من إدارة محافظتهم أسوة بالمحافظات الأخرى في البلاد. البيان أكد أن بقاء الوضع الإداري لمحافظة الجوف في ظل سياسة الفشل الكبيرة للمحافظ الحالي حسين العواضي يساهم في مضاعفة المعاناة والإهمال ويعرض مكاسب وجهود كل الشرفاء للعبث والتجاهل، وفيما توعدت الأحزاب في محافظة الجوف بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب المحافظة المشروعة جددت مطالبها بتعيين شخصية توافقية من أبناء المحافظة ممن يمتلك رصيدا وطنيا وحضورا في مجابهة ميليشيا الحوثي الإرهابية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا أمين سر حزب البعث الاشتراكي العربي الأستاذ يحيى عليان. أستاذ عليان أهلا وسهلا بك. إذا هذا الاجتماع لأحزاب الجوف أبرز ما خرج به البيان الختامي. أهلا وسهلا أحييكم وأرحب بكم. أهلا بك سيدي. طبعا صلة الأحزاب السياسية بيان رفضت التغييرات التي تستهدف أبناء المحافظة الشرفاء وتعيين عدد من الإداريين من خارج المحافظة. كان البيان حدد عدد من نقاط رفض التغييرات تستهدف الشرفاء من أبناء المحافظة. نعم. تجديد مطالبنا التوافقية، رفض سياسة التهميش، استغراب التجاهل من قبل مجلس القيادة، ودعوة أبناء المحافظة للاستفاق والتوحد. نعم. طيب يعني كان الحديث عن المحافظ والخلافات في المحافظة، تأثير هذه الخلافات على وضع المحافظة؟ طبعا له تأثير كبير، أولا لأن استهداف للمحافظة وتضحياتها وما قدمته المحافظة لمحاربة المد الحوثي الفارسي وتعيين محافظ من خارج أبناء المحافظة، انتقاص من أبناء المحافظة، هذا أدى بين المجتمعي. أيضا المحافظ قام تعيينها استحداث بعض الأشياء تتناسب مع وضع المحافظة، وهذا نعم جدد مطالبنا من المجلس الرئاسي ونستغرب تجاهل من أكثر من عام. وضحت الصورة، كل الشكر لك أستاذ يحيى عليان أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي.